ان شاء الله النهارده يا شباب هنشرح اجراءات التكييف. اول حاجه في الاجراءات هناخدها، اول اجراء احنا قلنا التكييف عباره عن ايه؟ التحكم في الهواء من حيث الرطوبه ودرجه الحراره بما يتلائم مع ظروف الانسان او الصناعه. يعني لا اما اعمل تسخين او تبريد او اضافه رطوبه او ازاله رطوبه. اول اجراء هناخده هيتنج بروسيس، اجراء او عمليه التسخين. يبقى انا لو عندي وحده التكييف اهي، الهواء اللي جاي من بره ظروفه او النقطه واحده هيبقى ليه دراي بالب مثلا ويت بالب او دراي بالب ورطوبه نسبيه، اي خاصيتين، هعديه على ملف تسخين، يبقى ده هيتنج كويل، ملف تسخين عشان يرفع درجة الحرارة ويطلع الهواء بالنقطة 2. ملف التسخين ده ممكن يبقى ملف كهرباء زي السخانات، او يبقى ماسورة ماشي فيها بخار ايه مية يسخن الهواء. معايا يا شباب؟ يعني الهواء بيعدي على ماسورة ماشي فيها مية سخنة ولا بخار، او يبقى ملف او سخان كهرباء، ويبقى الهدف هنا عملية رفع درجة ايه الحرارة. لو جينا نمثل الاجراء ده على الخريطة اللي هو السيكومتري، اول حاجة في الخريطة بتحدد نقطة واحد. نقطة واحد ديت هيديك الجو، مثلا جو برد مثلا، وليكن هيقول لك درجة الحرارة 10 والرطوبة 50%، يبقى انت كده حددت نقطة كام؟ واحد. طب التسخين امشي ازاي؟ التسخين هنا هل انا عملت حاجة في الرطوبة؟ ده الهواء اللي عدى سخن، هل انا ضفت مية او بخار او اي حاجة؟ يبقى التسخين بيتم بزبوط الاوميجا اللي هي الرطوبة النوعية، يعني ايه؟ كتلة البخار ما اتغيرتش، يبقى امشي كده افقي ثبوت الاوميجا لحد ما اوصل لدرجة الحرارة اللي انت عاوزها، يعني من تي واحد لتي اتنين. يبقى نقطة اتنين محتاج لها خاصية واحدة، يعني هيقول لك نقطة واحد هيديك لها كم خاصية؟ خاصيتين، وليكن هيقول لك داخل الهواء 10 دراي بالب تمبريتشر والرطوبة 50%. هسخن لحد ما يوصل لحد 30 دراي بالب تمبريتشر سيليزيوس. يبقى انا كل اللي هعمله الاجراء ثبوت اوميجا، لان انا ما عملتش اي حاجه في الرطوبه، ولا ضفت ميه ولا شلت ميه، ولا ضفت بخار ميه ولا شلت بخار ميه. يبقى افضل ماشي بثبوت الاوميجا، يعني هنا هتلاقي اوميجا واحد هي نفسها اوميجا اتنين لحد ما اقطع درجه الحراره كام؟ اللي هي 30. يبقى كده حددت نقطه ايه؟ نقطه 2. طيب ايه اللي هيطلب منك في اجراء التسخين؟ هيطلب منك كمية الحرارة اللي انت هتضيفها للهواء، كيو هيتنج. احسبها ازاي؟ هيسموها هيتنج كاباستي او لود. كيو هيتنج هتساوي ازاي يا شباب؟ دلتا اتش. يبقى ام دوت اير اللي ماشية اجيب من الخريطة يا شباب، هلاقي الخريطة اقوم ماشي كده على السكيل اللي فوق اجيب اتش 2، وامشي كده اجيب اتش 1، يبقى من الخريطة اجيب اتش 1 واتش واتش 2، يبقى ام دوت اير اتش 2 ناقص اتش 1 هيطلع بالكيلو وات على طول. طيب يبقى لازم يديك في المسألة الام دوت اير. ساعات ما بيديش الام دوت اير يا شباب، ساعات بيقول لك الهواء اللي داخل الفي دوت بتاعته وليكن 100 متر مكعب على الدقيقة، اعمل ايه؟ وانا عاوز ام دوت اير، ده حجم، اجيب الرو ما تاخدهاش بواحد واتنين من عشرة، انت عندك هنا الخريطة فيها حاجة اسمها ايه؟ حجم نوعي. الخريطة فيها حجم نوعي، يبقى الام دوت اير بتساوي ايه؟ الرو عند النقطة واحد، طالما مديك الفي اللي داخلة يبقى عند النقطة ايه؟ واحد. في الفي واحد دوت، يبقى ده واحد على الحجم النوعي في الفي واحد دوت، هتطلع اليونت ايه؟ Q
كيلو جرام على المينت، حولها بقى على السكند. يبقى الخريطه هتلاقي خط اهو كده اهو واقف بيديك الفي كام اللي احنا قلناه المره اللي فاتت. يعني اما تلاقي النقطه دي هتلاقي محصوره بين 8 من 10 مثلا و 82، تقول ايه؟ علامه 8 1. ماشي يا شباب؟ ما تقعدش تقول لي الكثافه 1 و 2 من 10، لا ده انا اقدر اجيب الكثافه او الحجم النوعي من الخريطه. ماشي يا شباب؟ يبقى اي تسخين عندك هيطلب منك الهيتنج لود تبقى عارف انها ام دلتا اتش، كتله الهواء في الدلتا اتش. طيب عكس التسخين ايه؟ تبريد. يبقى الاجراء الثاني هنعمل تبريد، بس التبريد نوعين، ابرد بس او ابرد وزيل رطوبه. الاجراء الثاني اجراء التبريد. اجراء التبريد بيتقسم جزئين يا شباب، الجزء الاولاني كولينج اونلي، اعمل تبريد. طب اعمل التبريد ازاي؟ انا عندي هنا الجهاز اهو، همشي ماسوره ماشي فيها فريون اللي احنا خدناه في دايره التبريد المبخر بتاع الثلاجه. الهواء داخل واحد، خارج اتنين. ايه الفرق بين الحالة كولينج بس او يبقى كولينج مع دي هوميديفيكيشن، ازالة رطوبة؟ ايه الفرق بينهم؟ يبقى ده كولينج زائد دي هوميديفيكيشن مع زيادة ايه؟ مع ازالة ايه؟ رطوبة. ايه الفرق بينهم؟ هيبقى نفس الرسمة اهي، وده المبخر بتاع التلاجة او ملف التبريد اللي ماشي فيه الفريون، بس هتلاقي هنا بيحصل عملية تكثيف والهواء داخل واحد. الفرق بين الاتنين ان الحالة ديت درجة حرارة الملف اقل من نقطة الندى، يعني لسه ما وصلتش للنقطة اللي يبدأ عندها البخار فين؟ في التكثيف. يبقى لو انا جيت ارسم السيكومتريك هنا او الخريطه بتاعتي اهي، في الصيف درجه الحراره كبيره وليكن 35 والرطوبه 60، حددت نقطه كام؟ واحد. تعال نشوف الحاله دي، حددت نقطه واحد اهي، فين نقطه الندى هنا يا شباب؟ مش احنا قلنا نقطة الندى تمشي افق لحد هنا؟ لو انا بردت افضل ابرد 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 طالما لسه ما وصلتش لنقطة الندى يبقى ده تبريد بس، بنسميه سنسبل كولينج، يعني تبريد بس. يعني نقطة الندى 12 انت بردت لحد 14. طب افرض انا هنا بقى كانت درجة حرارة ملف التبريد اقل من نقطة الندى، في الحالة ديت هتلاقي هنا الاجراء ماشي كده، ايه اللي حصل هنا بقى؟ يبقى انت كده ايه اللي حصل؟ بردت، وايه اللي حصل لاوميجا؟ قلت. يبقى زلت رطوبه ولا لا؟ في الحاله دي هتلاقي نقطه اتنين كده، يبقى الاجراء هنا هيتم بثبوت الاوميجا لان ما حصلش اي تكثيف، يبقى زي التسخين بالظبط كده، تسخين كده تبريد، بس تبريد بس امتى؟ اما تبقى درجه حراره الملف اكبر، لو سمينا درجة حرارة الملف تي سيرفيس مثلا اكبر من مين؟ من الديو بوينت تمبريتشر. اما هنا هتبقى درجة حرارة الملف اقل من الديو بوينت تمبريتشر. يبقى حصل هنا تبريد مع ازالة رطوبة، وده اللي بيتم في الصيف. طيب هطلب منك ايه؟ هطلب منك حاجة اسمها كولينج لود، حمل التبريد قد ايه؟ عشان لما اجي اجيب جهاز التكييف الكولينج كباستي او لود، وده بيتحسب بالطن تبريد، يعني لما تطلع بالكيلو وات اقسم على 3 وايه ونص ام دوت اير، اقدر اجيب من الخريطه ايه؟ اتش 1 واتش 2 واي تبريد او تسخين الكيو ام دلتا اتش.
عشان كده احنا بنقول التكييف قانونين. القانون الاول لو طلب الحراره اللي ضفتها كميه الحراره او اللي بردتها بتضرب ام دوت اير في فرق الاتشات الكبير ناقص الصغير واقسم على 3.5، لان انت بتبقى عاوزها بالطن يا شباب تبريد. طب في الحاله دي انا عاوز منك حاجتين، عاوز حمل التبريد وعاوز كميه الماء اللي اتكثفت. وانت مش هتنزل خرطوم وعاوز تعبي الماء اللي بتتكثف، عاوز اشوف كميتها قد ايه. يبقى اول حاجه عندك هنا هتروح تجيب لي اتش واحد، والنقطه اتنين هتجيب لي اتش اتنين، يبقى جبت الانصلب اللي داخله والانصلب اللي خارجه، وهجيب اوميجا واحد وهجيب اوميجا اتنين. اما كانت الحاله الاولى ده كانت اوميجا واحد بتساوي اوميجا اتنين لان كان ثبوت اوميجا، ما حصلش اي تكثيف. هنا حمل ملف التبريد بيساوي ام دوت اير فرق الاتشات اتش واحد ناقص اتش اتنين على 3.5، يبقى كده جبت الطن تبريد بتاع جهاز التكييف. طيب اجيب الرطوبة اللي نزلت قد ايه، اللي هي ام دوت وتر اللي اتكثفت هنا قد ايه. احنا قلنا كتلة الهواء الجاف ثابتة صح؟ يبقى انا وانا قبل ما اخش عرفت كمية البخار قد ايه، وفي اللي خارج كمية البخار قد ايه، يبقى اقدر اجيب اللي اتكثف ولا لا. يبقى الام دوت ووتر كمية المية اللي اتكثفت هي كتلة البخار اللي داخل ناقص كتلة البخار اللي خارج، لان كتلة الهواء الجاف ثابت. يعني كان هنا مثلا 14 جرام بخار، طلعوا بقى 12 جرام، يبقى اتكثف قد ايه الفرق بينهم. طب ما انت واخد قبل كده ان اوميجا بتساوي ام دوت في على ام دوت اير اللي هو الدراي اير، يبقى اقدر اشيل كتله البخار، هتبقى اوميجا في مين؟ في ام اير. بس الحاله الاولى هتبقى ام دوت اير في اوميجا واحد، يبقى كده لما اضرب الام اير في اوميجا واحد يديني كتله البخار ولا اللي داخل، ناقص ام اير في اوميجا 2، يبقى انا كده جبت كتله البخار 1 ناقص 2. عشان كده انا قلت التكييف هما قانونين، تسخين تبريد الكيو ام دلتا اتش، اضافه رطوبه ازاله رطوبه ام دلتا اوميجا. ماشي يا شباب؟ الام وحدتها ايه؟ كيلو جرام دراي اير على الثانيه. طب الاوميجا الخريطه بتطلع لك عندك الاوميجا وحدتها ايه؟ كيلو جرام بخار لكل كيلو جرام اير، شيل الكيلو جرام اير مع الكيلو جرام اير، يبقى انت طلعت قد ايه؟ قد ايه بخار اتكثف في الثانيه؟ في بعض الخرائط بتبقى الوحده جرام يا شباب. الخريطه اللي انت بعتها لي امبارح كانت كيلو جرام. الخريطه اللي انا اديتها لكم كانت بالجرام. انا بتكلم بس عشان الناس تبقى عارفه، حسب الوحده الاوميجا عندك في الخريطه مكتوبه ايه؟ كيلو جرام، يبقى تطلع كيلو جرام بخار على الثانيه. طيب يعني اذا ممكن اشغل جهاز التكييف ما لقوش مره ينزل ميه، تبقى عارف ان انت بتبرد اعلى من نقطه الندى، لان نقطه الندى يا شباب الاقيه بينزل ميه، يبقى انت عارف ان انت بتبرد اقل من نقطه ايه؟ الندى. طيب هل النقطه 2 ديت ادخلها على الناس اللي في الاوضه دي؟ لازم اعمل بعد كده ايه؟ تسخين، وده اللي انا جبت له مره قبل كده، ان هو يعمل اجراء من 1 لـ 2 تبريد وازاله رطوبه، وبعد كده يقوم مسخن كده اهو، مش التسخين بثبوت الاوميجا. يبقى الاجراء الاولاني تبريد وازاله رطوبه اوميجا قلت، وبعد كده سخن لحد درجه حراره 15 درجه عشان الهواء يخش على الناس، الناس ما تتعبش. ماشي يا شباب؟ يعني ممكن ادخل اجراءين مع بعض، وهو ده اللي بيبقى في حاجه اسمها وحده مناوله الهواء. بتلاقي تخش الاول فلاتر، فلاتر ليه؟ عشان ينقي الهواء. فلتر اولي وثانوي وحاجه اسمها هيبه فلتر اللي بنقي الميكروبات والبكتيريا وكده. بعد ما يعدي على الفلاتر خش على ملف تبريد شغال بالميه الساقعه وبالفريون، يا اما يعمل تبريد لوحده او تبريد مع ازاله. بعد كده طقم سخانات، لان انا عاوز بعد ما برد لخمس ست درجات اسخن تاني، ما ادخلش الهواء بارد. بعد طقم السخانات ايه؟ رشاشات ميه لو عاوز يزود ايه؟ الرطوبه، وفي رشاشات بخار لو عاوز يزود الرطوبه ودرجه الحراره. يبقى احنا خدنا الاجراء الاولاني تسخين بثبوت الاوميجا،
الاجراء الثاني تبريد، وهو نوعين، تبريد اعلى من نقطه الندى يبقى كده بثبوت الاوميجا، تبريد مع ازاله رطوبه يبقى هنا في الحاله ديت درجه الحراره بتقل وفي نفس الوقت الرطوبه بايه بتقل. طيب اجراء الترطيب بقى يا شباب، الشتاء الرطوبه قليله، انا عاوز اعمل ترطيب. الترطيب ده حالتين، الجو الصحراوي في السعوديه يا شباب، حد راح السعوديه قبل كده؟ كانوا بيرش على الناس في الحرمين ميه ايه؟ رحت؟ ها؟ اللي احنا بنعمله ده في اجهزه الوحدات المناوله في مصر. لا لا الهدف، انا معظم الجو عندي بتبقى الرطوبه عاليه في الصيف، فببقى عاوز اعمل تبريد وازاله رطوبه، فبقوم جايب ملف تبريد الفريون اللي ماشي فيه درجه حرارته اقل من نقطه الندى. النوع اللي بعد كده بقى يا شباب اللي هو الموديفاير، عاوزين نعمل ترطيب. بروسس ترطيب ده بقى ازاي؟ حسب، هتجيب غلايه وترش على الهواء بخار، هيبقى الاجراء ماشي ازاي؟ لو انت جبت ستيم هوموديفاير هيبقى ماشي ازاي؟ ستيم هوموديفاير عندك النقطه واحده اهي، اما تضيف ستيم للهواء هيعمل ايه في الهواء؟ وتزود درجه هيبقى طالع كده. ايه اللي حصل لدرجه الحراره؟ وايه اللي حصل للرطوبه؟ زادت. طب لو انا ضفت ميه بس الميه ادياباتيك هوموديفاير، يعني هنا يبقى ستيم هوموديفاير، هيبقى الاجراء ماشي ازاي؟ ادياباتيك هوموديفاير، معنى ادياباتيك يعني ايه؟ الكيوب كام؟ بصفر. معنى الكيوب صفر يعني اجراء ثبوت ايه؟ انصلبي. تاني لما اقول ادياباتيك يعني الكيوب زيرو، معنى الكيوب زيرو يعني اجراء ثبوت ايه؟ انصلبي. يبقى انا ممكن اعمل هوموديفاير بس ادياباتيك، زي ما زميلكم قالت الانصلب ايه؟ ثابته، يبقى ماشي ازاي؟ هنا واحد، فين ثبوت الانصلب؟ مش احنا قلنا في خط كده اللي هو الويت بالب اللي هو الانصلبي؟ يبقى انت كده هتبقى دي واحد ووصل لنقطه اثنين، ايه اللي عملته كده؟ عملت اجراء اضافه رطوبه بس اجراء ثبوت مين؟ انصلب. يعني انت هتديني نقطه واحد وهقول لك انت ضفت رطوبه لحد ما وصلت لفاي 95% واديابتك، يبقى انت هتمشي ازاي؟ هتحدد نقطه واحد وتعمل الخط لحد ما تقطع هنا فاي بكام؟ ب 95%، واقول لك درجه الحراره كام؟ المهم اديك خاصيه واحده. خاصيه واحده هتقطع خط ثبوت الانصلب، يبقى حددت نقطه ايه؟ اثنين. طب انا ايه اللي يهمني هنا؟ ده انا عندي هنا ده رشاشات الميه او البخار، وعامل هنا بامب، عاوز اجيب كميه الميه اللي انا ضفتها للهواء اللي هو واحد وخرج اثنين قد ايه؟ او كميه البخار اللي انا ضفتها هنا عشان اشوف الغلايه هتبقى قد ايه؟ اجيبها ازاي؟ احنا قلنا اي اضافه رطوبه او ازاله رطوبه ام اير دلتا اوميجا، يبقى الام ستيم هنا بتساوي ايه؟ ام دوت اير اوميجا 2 ناقص اوميجا 1، يبقى اقدر اجيب من الخريطه اوميجا 1 واجيب من الخريطه اوميجا 2. طب اليونت ايه؟ هتبقى كيلو جرام ستيم في الثانيه، او جرام ستيم في الثانيه حسب الاوميجا اللي طالعه عندك بكام. ماشي يا شباب؟ طب ما ممكن يقول لك هات لي كميه الحراره اللي ضفتها، انت مش سخنت؟ اجيبها هنا ازاي؟ هتبقى ام دوت اير فرق الانصلبي، يبقى اجيب من الخريطه اتش 2 واتش 1، يبقى اتش 2 ناقص اتش 1 وتطلع بالكيلو وات، لان انت عملت لما ضفت ستيم يا شباب عملت تسخين وعملت في الرطوبه، وده اللي بنعوزه في الشتاء.
في واحد تاني يقول لك طب ما انا اضيف رطوبه ميه وبعدها ملف تسخين، يعني ممكن ان انا اقوم مرطب كده اجابتك وبعد كده امشي افق تسخين اوصل للنقطه اللي انت عاوزها. وفي واحد يقول لك لا طب ما انا اجيب غلايه مره واحده واضيف بخار، يبقى انا كده عملت الاثنين ولا لا؟ يبقى انت هنا لما ضفت بخار عملت ايه في الهواء؟ اهو زودت درجه الحراره بقى تسخين، وزودت الرطوبه يبقى اضافت رطوبه. اما هنا انت ما عملتش ده، كيوب صفر لانه اديابتك. يبقى انت هنا كل اللي عملته ضفت ميه بس، اجيبها ازاي؟ ام دوت اير اوميجا 2 ناقص اوميجا 1. عاوز تسخن بعد كده ممكن اقول لك امشي كده اهو سخن لنقطه 3. يبقى انت عملت الاجرام من 1 ل 2 ايه؟ اديابتك وموديفيكيشن، اضافه رطوبه بس اديابتك. بعد كده عملت تسخين بظبوط الاوميجا من 2 لكام؟ ل 3. بدل ما كنت اعمل مره واحده اطلع من 1 ل 3، يبقى انا مشيت كده اديابتك مثلا بعد كده مشيت كده. طيب يبقى خلصت الكلام ده يا شباب. التكييف بتعمل فيه ايه؟ اهو الخريطه ايه؟ النقطه اللي هو امشي كده اعمل ايه؟ يبقى هيتنج كده، كولينج اطلع فوق كده اللي حصل لأوميجا، يبقى إضافة رطوبة اسمها إيه؟ هيوميديفيكيشن، إضافة رطوبة أوميجا بتزيد. طب أنا لو حطيت شوية ملح، الملح بيعمل إيه في الهواء؟ بيمتص بخار المية منين؟ من الهواء. بس ساعات بيحط مواد كده تمتص بخار المية من الهواء، يبقى لو نزلت تحت كده إيه اللي حصل في أوميجا؟ عكس إيه؟ إضافة الرطوبة، إزالة الرطوبة بنسميها دي هيوميديفيكيشن، إزالة الرطوبة. طب لو أنا كده بعمل إيه؟ ها؟ ها؟ كولينج زاد دي موديفيكيشن اللي هو في الصيف عندنا. إن أنت تجيب ملف تبريد درجة حرارته أقل من نقطة الندى، يبقى ده إيه؟ كولينج زاد دي موديفيكيشن. طب لو أنا هعمل الإجراء كده؟ هيتنج وموديفيكيشن، أنا أعمل بخار. طب لو أنا عملت كده؟ في الصحراء، في الاجواء الصحراويه في رطوبه هناك، يبقى انا عاوز الجو حر ابرده وفي نفس الوقت اضيف ايه؟ اضيف رطوبه. عشان كده تلاقي في السعوديه طول ما انت ماشي بيعملوا بخاخات ميه ساقعه، يبقى بيزودوا الرطوبه من الميه ساقعه تعمل ايه في الهواء؟ تبرده. احنا عندنا في مصر ده بيبقى في الصيف وده بيبقى في ايه؟ في الشتاء كده. ممكن بعض البلاد تعوز ان انت عاوز الرطوبه عاليه تنزلها وفي نفس الوقت ايه؟ تسخن. طيب يبقى احنا عندنا لا اما تبريد لا اما تسخين لا اما اضافه رطوبه لا اما ازاله ايه؟ رطوبه. وكل ده في حاجه اسمها اير هاندلنج يونت، وحده مناوله الهواء في التكييف المركزي. بتلاقي الوحده ده فيها سكاشن، السكشن الاولاني فلاتر، ملف التبريد، ملف التسخين، الهوموديفاير، كاتم الصوت، المروحة اللي هتدفع الهواء. طيب ايه الفرق؟ الهواء الوقت اتبرد في الأوضة صح؟ ايه الفرق ان انا اجيب هواء فريش من بره وان انا استخدم الهواء اللي في الأوضة تاني؟ انتوا عارفين ان التكييف اللي في البيت سبليت، بيعمل ايه التكييف اللي في البيت؟ بيقلب الهواء، يعني ما فيهوش اكسجين، يعني انت قاعد تشم الهواء كذا مره. عشان كده بقول لك ايه؟ انت بتقول اقفل الباب، اقول لك اقفل الباب بس ايه؟ سيب مسافه تحت تدخل لك شويه اكسجين. لان الحاجه اللي بتحتاج الهواء تقعد تشم المشرحه، عارفين المشرحه؟ مش محتاجه، الناس ميته اصلا، مش محتاج تدخل لهم ايه؟ اكسجين. ركزوا معايا في الحته دي لان الحته دي مهمه في التكييف. يعني الهواء بره في الصيف مثلا 40 درجه، عشان اوصله ل 20 جوه الاوضه هدفع فلوس كتير عشان ابرده. طب ايه رايك ما انا بردته الهواء اللي جوه ده بدل ما ارميه، طب ايه رايك اما اخده اخلطه بالهواء؟ الهواء اللي جوه 20 اما اخد منه شويه واخلطهم بالهواء اللي هو 40 هيوصلوا 30 35، يبقى الحمل قل ولا لا؟
فهم بدأوا يفكروا يقول لك ايه، طب ما نعمل حاجة اسمها ميكسنج يونت، الهواء اللي اتكيف اخد منه جزء واخلطه بالهواء اللي بره عشان اقلل حمل جهاز او وحدة التكييف. تعال نشوف كده هم عملوا ايه، قعدوا يخلطهم بدأوا بكام وصلوا لكام، وهتشوفوا الحمل قل ولا لا، عشان تعرفوا الناس دي وصلت ان هي بقدر الامكان مش عاوزة تدخل اكسجين اصلا. يعني اقل حمل الجهاز التكييف هو الحمل اللي في البيت الاسبليت اللي قاعد يقل بايه؟ الهواء، يبرد الهواء انت تشم ويرجع لك تاني وهكذا. اكسجين مفيش، عشان كده احنا ما بنقولش اقفل الباب قوي، يا ريت يكون في ايه مسافه تحت الباب او موارب الباب عشان يخش لك شويه ايه اكسجين. اجراء الخلط بقى بيعملوا لي ايه؟ الميكسنج بروسس بص يا شباب، الخريطة ايه؟ الهواء اللي بره هسميه اوتسايد او اهو، اوتسايد اير، ده الهواء اللي بره اللي هو الفريش الهواء بتاع ربنا. انت عاوز توصل الهواء ده للروم، يعني بره وليكن درجة الحرارة 40 دراي بلب تمبريتشر، وعاوز توصل الهواء جوه في الأوضة لحد مثلا 18 درجة، وطبعا ليه رطوبة وده ليه رطوبة، يبقى ده الهواء اللي بره وده الهواء اللي انت عاوزه. او اختصار اوتسايد، وار اختصار ريكوايرد او الروم، ماشي كده؟ طيب يبقى انا عندي كده اهو، ده الميكسنج يونت، في هواء جاي لي ام دوت او وظروفه او، وفي هواء في الاوضه هجيبه هرمي شويه واجيب شويه اللي هو ظروفه ار اللي هو الروم والام دوت ار، هيخش جهاز التكييف عشان يخش على ملف التبريد اللي بيزيل رطوبة نقطة ام. تعال نركز، لو انا خدت الهواء اللي بره على طول وبردت هوصل من قول مين؟ لار. المفروض نقطة الخلط تبقى فين؟ على الخط الواصل بين او ار، يعني كده اول حاجة تعملها توصل خط مستقيم بين او ار وتبقى هنا نقطة ام. ركزوا معايا، انا عاوز احدد نقطة ام الاول، عشان تحدد نقطة ام اعمل كده بالانس للانصالبي، الطاقة اللي داخلة بتساوي الطاقة اللي خارجة، ام دوت او اهو في الانصالبي بتاعت او اللي هو الهواء اللي بره زائد ام دوت ار في الانصالب بتاعت ار، يبقى انا كده كده من الخريطه اقدر اجيب اتش او واتش ار والكتل عندي. انت عاوز تجيب كتله ديت 100 ودي 200 موجوده، هتساوي ايه؟ الكتله كام؟ ام دوت او زائد ام دوت ار، لو عملت اتزان كتله يبقى الخارجه في الانصالب مين؟ اتش ام. يبقى اقدر اجيب من هنا اتش ام الانصالب بتاع الخريط، يعني اذا من الخريطه الاول هتجيب لي اتش ار وهتجيب لي اتش او، وتعوض في القانون تجيب لي اتش ام، تقوم رايح الخريطه حددت نقطه ام ولا لا، اروح اجيب لها اوميجا، اروح اجيب لها درجه الحراره. واحد قال لي لا انا مش هستخدم الانصالبي، مش انت بتقول لنا كتله البخار اللي هنا ثابته زائد كتله البخار اللي هنا لما يتجمعوا مع بعض يديك ايه؟ كتلة البخار اللي هنا، ما كتلة البخار اللي هي عبارة عن ايه؟ ام او في الاوميجا او، مش الام في الاوميجا يدينا كتلة البخار، يبقى اقدر اجيب من الخريطة هنا اوميجا او زائد ام ار في الاوميجا ار، يبقى كده جبت كتلة البخار عند نقطة ار بتساوي كتلة الهواء او زائد ار في الاوميجا. مين يا شباب؟ اوميجا ام. اطلع من هنا مين؟
الاوميجا بتاع الخريطه، اقوم رايح على الخريطه محدد الاوميجا بتاعت ام وامشي تقطع خط المستقيم الواصل بين الواو حددت نقطه ام. ركزوا. ها؟ في واحد يقول لك طب ما انا اجيبها بدرجه الحراره، يعني ايه؟ مش الانصال بسي بي في تي؟ يبقى ام او سيبك من السي بي، ما هتروح مع بعض. في تي او اللي هي درجه الحراره بتاعت تي او زائد ام ار في تي ار بتساوي مجموع الكتلتين في تي ام، يبقى اقدر احدد تي ام واطلع احدد نقطه ام. لو جيت تبص على الخريطه، الحته ده تمثل الام او، والحته ده تمثل الام ار، وده كله يمثل الام توتال. ركزوا معايا، الحته دي مهمه بقى نركز فيها. هو انا ممكن اخلط اي كتلتين؟ لو انا خلطت كتله ام او ار بنفس الكتله هتبقى نقطه ام فين؟ في النص. طب لو زودت الام او هو متجه ناحيه مين؟ لان الاو اسخن، هتبقى متجه هنا ولا لا؟ يعني كل ما زود الام او، ها؟ طب كل ما زود الام ار اللي هو الهواء البارد، يبقى اللي انا عامله ده صح ولا لا؟ تاني، يبقى المسافه ده ايه؟ تعادل ام او. طيب يبقى ركزوا معايا كده، يبقى نقطه ام اقدر احددها ازاي؟ في ناس بتعملها بحاجه اسمها نسبه مثلثات، ودي الطريقه احسن من دي. يقول لك ايه؟ انت هتديني الام او صح؟ ايه؟ على الام توتال بتساوي ايه؟ الام او المسافه من كام لكام على الخريطه؟ يبقى هي الار للام. طب والام توتال؟ الاو ار المسافه كلها. طب ما انت عندك على الخريطه حددت او ار، اقدر اقيسها بالمسطره ولا لا؟ طلعت 10 سم، يبقى ده عندك 10 سم. والنسب دي موجوده، الكتله بتاعت الاو والكتله الكليه، يبقى اقدر اجيب ايه؟ ار ام طلعت 2 سم، اقوم جاي من ار قايس 2 سم على الخط وحطيت نقطه ام. ركزوا معايا. انا في الحاله دي بقول لك ايه؟ نسبه الهواء اللي بره او الفريش اير 25%. يبقى اذا 25% من التوتال، يعني دي بربع، بتساوي الار ام اللي انا عاوز اجيبها على التوتال اللي هي انت حددت نقطه او ار بالمسطره اس 3 5 سم. اقدر اجيب من هنا الار ام واقيسها على طول احددها. طب افرض انا مديك الام ار على الام توتال، ها؟ يعني قلت لك الهواء اللي في الاوضه هاخد منه 75% اخلطه، يبقى ال 25% هو فريش ولا لا؟ يبقى ده هتساوي ايه؟ او ام اللي انا عاوزها على او ار اللي انا اصلا كده كده محددها على الخريطه. يبقى اقدر اطلع من هنا مين؟ او ام، واقوم حاططها. طب افرض قلت لك لا، ده نسبه الاو للار 1:4، يعني مديك ام او على ام ار ب1:4. يعني معناه ايه 1:4؟ يعني لو خدت 1 كيلوجرام من الهواء اللي بره هاخد من الاوضه 4 كيلوجرام. دي بتساوي ايه؟ الام او المسافه كام؟ ها؟ ار ام، ها؟ والثانيه او ام، بس او ام هيبقى مجهول، اخدها بالدلاله كلها هتبقى ايه يا شباب؟ او ار ناقص ار ام. يبقى تاني الام او ار ام. طب الام ار او ام، بس الاو ام بتساوي مين؟ الاو ار اللي انا عارفها ناقص مين؟ الار ام. عشان كده انا اقدر اجيب من الخريطه الاو ار واطلع من المعادله دي مين؟ ار ام. ويفضل تستخدم المسطره، مش عاوز تستخدم المسطره استخدم ايه؟ القوانين. طب انت بتقول لنا الخلط بيقلل الحمل، اقول لك بيقلل الحمل ازاي. بصوا يا شباب، بصوا بقى الحته دي مهمه، واعرفكم هم وصلوا لحد نسبه خلطه قد ايه. ده الميكسنج يونت اللي في وحده المناوله، هيجيب هنا هواء اسمه فريش
اير اللي هو قلنا او وبكتله ام دوت او فريش. وده احسن حاجه يا شباب ان انت تدخل هوا فريش، عشان كده في غرف العمليات والعنايه المركزه بيتم كلها فريش اير. الهواء يجي من بره يتبرد يخش، والهواء التاني يترمى في الشارع. اوض العزل اللي فيها كورونا ما ينفعش اخد الهواء اللي فيه كورونا ارجعه تاني على الناس اموتها. بقوم جايب هواء لا ما انا اقول لك اهو، بجيب هواء من بره يخش، واللي خارج اعديه على فلاتر وفلتر ينقي كل الميكروبات والكورونا وكله واطلعه بره هواء نظيف. بس ما ينفعش اخده ارجعه ايه؟ تاني. يبقى ده هواء فريش اير. ها ام، وده ملف التبريد اهو اللي هو بيزيل رطوبه، وقول دي السبلاي اس. وهنا الار الروم بتاعتك، هتاخد جزء ترميه وجزء ترجعه. ركزوا معايا بقى ليه نعرف الخلط بيقلل ولا لا. تعال نشوف كده على الخريطه بيقلل الحمل ولا لا. بصوا يا شباب، اول حاجه بتحددها مين؟ الاو. الار. وده السبلاي اللي هيخش الاوضه، بيخش السبلاي اهو، وليكن السبلاي اهو لازم يخش بارد شويه على ما يخش الاوضه يبدا ياخد الحمل الحراري من الاشخاص، من الاضاءه، يوصل من اس لمين؟ لا تعال نشوف بقى ملف التبريد ده. لو ما فيش ام اصلا، يعني ما فيش خلط، هاخد من قول حد اس. شفت الحمل ملف التبريد قد ايه؟ كبير ولا لا؟ يبقى الحاله الاولى لو توتال فريش اير. توتال فريش اير يعني مين؟ اللي هو بنستخدمها في العنايه وغرف العمليات او غرف العزل. يبقى في الحاله ديت ما اقدرش الهواء ده رجعه، هقوم معديه على فلاتر ولا في الشارع. يبقى انا هدخل هواء فريش، مفيش عندي نقطه ام، يبقى اوصل من اول اس. الكيو بتاعت ملف التبريد مش ام دلتا اتش اكبر حاجه ولا لا؟ قال لك طب ما تيجي بقى الاوض العاديه اللي زي دي نعمل خلط. لو احنا عملنا خلط هتقوم موصل خط مستقيم اهو. قلت اجيب، قال لك نجرب 75% فريش و25% ريتيرن. هتلاقي النقطه هنا ام اهو، مش دي تعادل الفريش؟ ايه اخبار حمل ملف التبريد اللي حصل ده؟ كان الاول كده اللي حصل. قال لك طب ايه رايك نخليه 50 50؟ قال لك طب ايه رايك ما نخليه 25% فريش؟ ما هو فرحان بقى. ايه رايك في حمل ملف التبريد؟ قال له ولا لا؟ بس في ليميت، الاشخاص اللي قاعده ديت عاوزه اكسجين. الكود ان بقول كل شخص مثلا عاوز له 10 لتر في الثانيه، يبقى انا لازم ادخل كميه فريش معينه، ما اقدرش ايه اقلل على ايه يعني مثلا كل واحد 10 في عدد الاشخاص اللي بياخدوا المدرج، وادخل النسبه دي ما اقدرش اقل عنها ازود. عشان كده لما بتيجي في محاضرات وبقى في تكييف عادي اللي هو الاسبليت، تعرفوا ايه الاسبليت اللون بقى؟ ان نقطه ام وصلت عند شفتوا اقل حمل ولا لا؟ ان انا بدخل الهواء واخده وارجعه تاني، الناس تنام بقى. عشان كده بتلاقي الناس في المحاضرات تنام. يا جماعه طب افتحوا اي حاجه، طب دخلوا اي اكسجين، مفيش. وده خطر يا شباب. لازم يخش نسبة فريش. عرفتوا بقى عملية الخلط بتقلل الحمل ولا لا؟ يبقى عملية أي خلط يا شباب بين الهواء اللي في الأوضة والهواء اللي بتقلل الحمل، بس أنا عندي في ليميت كده، أوض العمليات، العناية المركزة، العزل للأمراض اللي هي الخطرة زي الكورونا، لازم يخش توتال فريش إيه؟ ما ينفعش أرجع الريتن ده خالص. أنت كمهندس لازم ترفضه. طب ان اللي هيخرج ده بمروحه بره ارميها على الناس يجي لها كورونا؟ لا، يبقى لازم احط هنا هيبه فلتر حاجه تنقي. طبعا هنا ما بيحصلش، حاطين مراوح وارمي ومش فارقه بقى انت وحظك. ماشي يا شباب؟ يبقى انت كمهندس تروح على السيست، اول حاجه تعمل عندك او تقعد كده الاكتيفيتي بتاعت المكان ايه؟ اشخاص ومحاضرات ومكاتب، اعمل خلط وتحط انواع الفلتر العاديه اللي هو الفلتر المبدئي بتاع الاتربه وبتاع الشوائب وخلاص، ما فيش داعي نحط هيبه فلتر وغالي التمن. لا ده الهدف غرفه عمليات، لا
يبقى لازم ادخل توتال فريش اير. وعد على تلات انواع فلاتر، البري والباج والهيبه. البري اللي هو بتاع الاتربه، والتاني بتاع الشوائب بنسبه معينه، الهيبه بقى ده بتاع الميكروبات. مش عاوز اقول لك ما بيعديش، يعني بيعدي لحد 99 علامه 999، ما بيعديش. وكتر الميكروب اللي هو الكورونا بيبقى ايه اكبر منه، المسام بتاعته قليله، بس دي بتحتاج مروحه تدفع ضغط عالي عشان الهواء يعدي منه. ماشي يا شباب؟ عشان كده حسب الاكتيفيتي. انا عاوز اخلط عشان اقلل الحمل واقلل استهلاك الكهرباء، لا بس في عندي حدود، في حاجات ما ينفعش اخلط فيها. عشان كده وانت في البيت جهاز السبليت اللي في البيت ده ما بيخشوش هوا فريش، ما انتش فاتح فتحه من الحيطه مثلا بيدخل، ده كل اللي بيعمله بيسحب الهوا ويدولك بارد، يسحب الهوا ويدولك بارد. يعني انت لو قفلت كله وما دخلتش اكسجين هتموت. عشان كده بقول لك ايه، الباب بتلاقي ايه مهما يكون حتى لو قافله في تحت مسافه، ده بتدخل اكسجين. احنا بنقفل الباب عشان ايه ما يخشش حمل كتير والجهاز يفضل شغال على طول، بس برضه ما اقفلوش قوي. انا عاوز ادخل نسبه اكسجين، لو واحد نايم لوحده كفايه اللي تحت الباب اتنين ثلاثه بس، ما بقاش الاسره كلها مجمعه نفسها عشان توفر كهرباء وقفل الباب، هقفله بس واربعه عشان الاكسجين. ماشي يا شباب؟ عايزين نجيب بقى مسائل. مساله اللي قدامنا ديت جت في 2019، التكييف في فصل الشتاء، الهواء اللي داخل درجة حرارته دراي بلب تمبريتشر 8 درجات ورطوبة 90%. هيعدي على ملف تسخين أولي لحد ما يوصل ل 20. بعد كده هيعمل ترطيب بظبط الإنصال لأنه أديابكتر. يبقى الإجراء الأولاني ده ثبوت أوميجا تسخين، وده أديابتك يعني ظبوط إنصالبي. بعد كده هيعمل ريهيت تاني بظبط الأوميجا. يبقى أنا عاوز عندي كام نقطة؟ 1 2 3 4، لو تستخدمها في القوانين ربنا معاك. انا يهمني اجيب ايه؟ هو طالب منك حمل ملف التسخين، يعني الكيوب بتاع السخان الاولاني والكيوب بتاع السخان، وعاوز الموديفاير ده كميه الميه اللي بيضيفها قد ايه. اول حاجه تعملها هترسم الخريطه وتفتح الخريطه. افتح الخريطه كده، خريطه معاكم. اول حاجه تعملها نحدد نقطه واحد مديني 8 درجات دراي بلب ورطوبة 90%. كده حددت واحد، تمام؟ من 1 لـ2 تسخين، يعني امشي كده اسخن لحد كام؟ مديني كام؟ مديني درجة حرارة 20، يبقى اجي هنا 20 واطلع اقطع الخط الافقي، يبقى كده حددت نقطة 2. نقطة 3 ما عندهاش حاجة، مش هعرف أحددها، بس أقدر أحدد نقطة 4. 4 مديني كام؟ خاصيتين، 25 وده ورطوبة 50%. يبقى كده حددت نقطة كام؟ 4. طب الإجراء من 3 ل 4 إجراء ثبوت إيه؟ أوميجا، يعني المفروض كان الخط جاي كده، هنا 3 وهنا إيه؟ 4. احدد 3 ازاي؟ ما انا عندي الاجراء من 2 ل 3 سبوت اتش، يبقى انا لو عندي سبوت اتش كده هيقطع الخط الافقي ده في نقطه اسمها كام؟ 3. يبقى هنا اتش ثابت، يبقى تاني 1 حددت 2، 3 ما عرفتش احددها، انا عارف ان في خط هنا سبوت انصلبي، بس 3 فين بالظبط ما اعرفش. قمت محدد 4 وقمت راجع تقاطع الخط الافقي حددت 3، يبقى كده بعمل تسخين وكده ادياباتيك اضافه رطوبه وكده تسخين، يبقى كده كده كده. اقدر اجيب من الخريطه اللي انت عاوزها، اقدر اجيب اتش 1، اتش 2 اللي هي بتساوي اتش 3، اقدر اجيب اتش 4، اقدر اجيب اوميجا 1 واوميجا 2 لان الاثنين بيساووا بعض، واقدر اجيب اوميجا 3 واوميجا 4. ماشي يا شباب؟ طب مديني كتلة الهواء ولا حاجة؟ مش فارقة بقى، المهم حسب ما يديك. ها؟ طب كيو هيتنج 1 هتساوي ام دوت اير اتش كام ناقص كام؟ التسخين الأولاني. يبقى اتش 2 ناقص اتش 1 كيلو وات.
الكيو هيتنج للملف الثاني من كام لكام؟ يبقى اتش 4 ام دوت اير اتش 4 ناقص اتش كام؟ 3 كيلو وات. طب عاوز ام دوت ووتر اللي انت ضفتها هنا اهو، ام دوت ووتر بكام؟ ام دوت اير بس فرق الاوميجا من اوميجا 2 لاوميجا، يبقى اوميجا 3 ناقص اوميجا 2 كام كيلو جرام ميه في الثانيه؟ ماشي يا شباب؟ في اي مشاكل؟ بره انا هظبطها بقى، بس هي خلي بالك لو بره هتبقى بره هنا صح؟ ماشي مش مشكله، بس هي ما بتترسم هتبقى معاك جوه الخريطه. انا بقول لك لو هي بره حتى هتلاقي الانصلب بس وتقطع على الخط الافقي. السنه اللي فاتت بقى 2020 اللي مش شايف امتحانه هنا، جبنا مساله تبريد وازاله رطوبه وتسخين. احنا انت ممكن يجي لك بقى ميكسنج وبعدها تبريد وازاله رطوبه واعاده تسخين، تيجي ازاي؟ تمشي ازاي يا شباب؟ يا شباب عندي وحدة المناولة، عندي أول حاجة هديك ميكسنج يونت، هديك الهواء ده و وار وهدي النسبة بينهم، أو هديك دي كتلة ودي كتلة وتقدر تحدد نسبة الخلط عادي، يعني أقول لك ده 100 كيلو جرام في الثانية وده 200، يبقى التوتال كام؟ 300، بس تقدر تحدد نقطة إم، سواء بقى تقول ام او على ام ار او ام او على ام توتال بالمسطره بقى كده كده اقدر احدد نقطه ايه؟ ام. هنخش هنا بعد كده مين؟ وده كولينج زائد ديوميديفيكيشن اللي هو الخط اللي هيبقى مايل كده، اللي انا بعمل تبريد مع ازاله رطوبه، وبعد كده هعمل ري هيت تسخين، بس هيبقى التسخين ماشي كده لان بظبط الاوميجا ولا لا، ودي نقطه دي ودي نقطه اس. هيطلب منك ايه؟ الكيو بتاعت ملف التبريد ده بالطن تبريد، هيطلب منك ام ووتر اللي اتكثفت، هيطلب منك الكيو اللي انت عملت اعاده تسخين، يعني هيطلب منك الكولنج كاباستي، حمل ملف التبريد او دايره التبريد اللي انت هتجيبها كام طن تبريد، ملف التسخين طبعا ده كيلو وات لان كهرباء يطلع 2 كيلو 3 كيلو وات، هيطلب منك كميه الميه اللي اتكثفت على اساسها هتعمل مواسير بي في سي وتبدا توديها للصرف، بس احنا في البيوت بنعمل خرطوم كده. ماشي يا شباب؟ هتمثلها ازاي؟ هتيجي على الخريطه أول حاجة هتعمل إيه؟ نقطة O، نقطة R، يبقى كده كده لازم هيديك نقطة O ونقطة R. ماشي يا شباب؟ الخطوة الثانية تقوم جايب المسطرة موصل خط مستقيم، نقطة M بتاع الخط المستقيم الواصل بين O إيه؟ أحددها بإيه؟ بالكتل. لو هما الكتلتين بيساووا بعض يبقى تعرف ان ام في النص. هتقوم انت قايل ام او مثلا على ام توتال اللي هو الاو زائد الار اهو. الام او يبقى هي المسافه ار ام على المسافه الكليه او ار، يبقى انا عملت خط مستقيم قسته من او ار طلع 6 سنتي، يبقى الاو ار بال 6 سنتي وعندي الكتل دي بقدر اجيب الار ام بالسنتي. طلعت وليكن 2.1 من 10، انت حددت نقطة إما.
حسب الكتل، مين الكتير؟ ده سخن وده بارد، قد بعض هيبقى في النص، صح ولا غلط؟ حددت نقطة ام، اعمل ايه بعد كده؟ الدي ده هيديها لك، هيديك لها كام نقطة؟ خاصيتين، هيقول لك 5 درجات وفاي 95%، يعني ملف التبريد ده هيبقى 5 درجات، تبقى نقطة اس هنا اللي هي 5 درجات والرطوبة 95%، اللي انت هتعمل تبريد مع ازالة رطوبة. بص بقى يا شباب، انت كده خلطت اهو، بعد كده تشوف الخط ده عامل ازاي لنقطة اس، يبقى كده خلطت. بعد الخلط ايه؟ خط مال، يبقى ده تبريد مع ازالة رطوبة. بعد كده هيقول لك سخن ل 14 درجة، يبقى هنا هتبقى 14 مثلا، هنا نقطة دي امشي ايه؟ يبقى تاني بص على الرسمة كده، انا ما اشوفها كده ايه؟ خلط، بعد كده كولينج زائد دي موديفيكيشن، بردت مع ازالة رطوبة، بعد كده رهيب. اقدر اجيب من الخريطة طالما اترسمت اتش او اتش ار لو انا عاوزها، اتش ام اتش اس اتش دي. يبقى انت لو عاوز الكيو بتاع ملف التبريد، ام مين؟ ام او زائد ام ار، لان اللي عدى على ملف التبريد الكتلتين. طب بردت من كام لكام؟ بص على الخريطه الخط المايل، يبقى اتش ام ناقص اتش اس على 3.5، يبقى كده اقدر اجيب الطن تبريد بتاع الجهاز او ملف التبريد. طب انا عاوز اجيب كتلة المية اللي اتكثفت، كتلة الهواء اللي معدية هنا مين؟ ام دوت او زائد ام دوت ار. ها اوميجا قالت من كام لكام؟ اوميجا ام ناقص اوميجا اس، يبقى اوميجا ام ناقص اوميجا اس كام كيلو جرام مية في الثانية. طب انا عاوز اجيب الكيو بتاع ملف التسخين، هو بيسخن من كام لكام؟ ده انا ماشي خط افقي من اس او من دي لمين؟ لاس. شباب معلش، دي هتبقى دي وده هتبقى اس، يبقى عندي هتبقى ام او زائد ام ار اتش اس ناقص اتش دي، وتطلع بالكيلو وات. اي تسخين يبقى بالكيلو وات يا شباب. يبقى تاني، يبقى الكتلة اتش ام ناقص اتش دي يديني الكيو سي، الكتلة اوميجا ام ناقص اوميجا دي يديني ايه؟ كتلة المية اللي كثفت. طب ملف التسخين، الكتلة في اتش اس ناقص اتش دي. اقول لك هات لي حمل ملف التبريد لو توتال فريش اير. يلا هنعمل ايه؟ لو قلت لك اهو الحته دي مهمه اهو، هات لي حمل ملف التبريد لو الهواء توتال فريش اير، زي ما زميلتك قالت، يبقى انا نازل كده اهو، يبقى حمل ملف التبريد لو 100% فريش اير، يبقى الكيو دي واللي هي هتبقى ماكسيمم بتساوي كتلة الهواء الكلي، ها؟ اتش كام ناقص كام؟ اتش او ناقص اتش دي على 3.5. خلي بالكوا ده يا شباب، دي وده دي. انتوا عارفين هتلاقي طن تبريد هنا مثلا كام؟ هنا مثلا 10 طن تبريد، اما يبقى توتال فريش اير اخبار الطن التبريد هيبقى ايه؟ هيبقى اكبر. ماشي يا شباب؟ ما هو شباب تاني، انا مش هدخل، انا بقول الام توتال بس هتبقى كلها توتال فريش اير. تاني هي ما فيش ام ار بس ده ايه عشان امسحها اهو، هتبقى الام توتال بس هتبقى نفس الكميه لان نفس الناس. تاني هديك هنا 100 كيلو جرام في الثانيه وهنا 400 كيلو جرام في الثانيه، يبقى الام توتال كام؟ 500. طب انا لما اجي الغي ده خالص يبقى ادخل من هنا مين؟ 500.
ده مهم عشان ما تروحش تدخل المية وتيجي تقول لي ده الحمل قليل، ما انت ما دخلت الاوضه عاوزه 500، انت مدخل لها كام؟ الحته دي مهمه. تاني يبقى مطلوب منك في الاخر اقول لك هات لي حمل ملف التبريد لو 100% فريش اير او حاجه اسمها توتال فريش اير، يبقى تاخد الام توتال بس كلها فريش اير لا مجموع مين؟ فرق الانصاب. طب لو قلت لك 100% ريتيرن اير او زيرو فريش اير، معنى زيرو فريش اير يعني ايه؟ زيرو فريش اير يبقى الحمل هيبقى ايه؟ ام دوت توتال وتوتال تاني اللي مجموع الاثنين بس هيبقى ايه؟ اللي هم ال 500. اتش كام ناقص كام؟ اتش ار ناقص اتش دي على 3.5، يبقى ده طن تبريد وده اقل طن تبريد. الناس اللي قاعده عندك مش عاوزه اكسجين مشرحه، قاعدين ندخل الهواء بقى ونقلبه شم يطلع بقى ببلاويه ويرجع تاني. مفهوم الكلام ده؟ يعني لو جت مساله زي ده تبقى حلوه ومطالبها حلوه وتاخد 10 دقايق ولا لا؟ شكرا، انا هظبط لكم دي.